لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنشرح مع بعض منهج كونكت برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ودي تاني حلقة من حلقات شرح منهج كونكت الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 7 او الوحدة السابعة Where are you from؟ Where are you from؟ أو من أين أنت؟ والنهاردة هنبتدي نشرح lesson 2 أو الدرس الثاني، وطبعا في بعض الكلمات الهامة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 2 لسه بنكمل مع بعض الشرح الخاص بإن احنا بنتكلم عن الدول المختلفة والكالتشرز كمان او الثقافات المختلفة، ازاي نقدر نعمل كوميونيكيشن او نعمل تواصل واتصال مع بعض حتى لو احنا من اماكن مختلفة. لو في ايشوز او في مشاكل بتواجهنا ازاي نقدر نحلها، هنتكلم عن ده اكتر في lesson 2 و lesson 3 النهاردة ان شاء الله. فاول حاجة الكلمات الهامة عندنا، اول حاجة كيك، كيك يعني كعكة او كيك، كيك يعني كعكة أو كيك. هاوس، هاوس يعني منزل، هاوس، هاوس يعني منزل. فورتشن كوكيز، فورتشن كوكيز يعني كعك الحظ. طبعا موجود في بعض البلدان أو بعض الدول بيبيعوا فورتشن كوكيز دي أو الكعك بتاع الحظ ده، بتشتري الكعك ده وبيبقى مكتوب جوه الكعكة ورقة كده مكتوب فيها حاجة زي حظك اليوم، بتتباع في بلاد مختلفة وفي أماكن مختلفة من العالم. تيجي تفتح الورقة وتطلع الكوكيز منها أو الكعك منها، تلاقي جواه ورقة مكتوب فيها مثلا إن النهاردة مثلا يوم جميل بالنسبة لك، إن هيحصل لك حاجة معينة، ده بيسموه فورتشن كوكيز أو كعك الحظ. فلاور، فلاور يعني زهرة يعني وردة. فلاور، فلاور يعني زهرة يعني وردة. تراوزرز، تراوزرز يعني بنطلون. تراوزرز، تراوزرز يعني بنطلون. أكاب أوف تي، أكاب أوف تي يعني فنجان شاي. أكاب أوف تي، أكاب أوف تي يعني فنجان شاي. دريس، دريس يعني فستان. دريس، دريس يعني فستان. وير، وير يعني يرتدي. وير، وير يعني يرتدي. طبعا عندنا important verbs أو بعض الأفعال الهامة، أولها طبعا يا أصحابي invite، invite يعني يدعو. invite، invite يعني يدعو، لازم نحفظ الverb ده كويس. كمان لازم نعرف يعني إيه message، message يعني رسالة. message، message يعني رسالة، يعني رسالة. life، life يعني حياة. life، life يعني حياة. game، game يعني لعبة. game، game يعني لعبة. found، found يعني وجد. found، found يعني وجد. delicious، delicious يعني لذيذ. delicious، delicious يعني لذيذ. وأجين، أجين يعني مرة تانية. أجين، أجين يعني مرة أخرى. طبعا دي بعض الكلمات الهامة برضو وفيها فيربات هامة زي invite وزي found. وهنا بيقول لنا يا أصحابي listen، read and role play. listen يعني هتستمع طبعا لما أعمل reading أنا في الأول، وبعدين أنت هتعمل read لوحدك، وبعدين هنعمل role play أو هنعمل تبادل أدوار، هنعمل حاجة زي المسرحية كده، كل واحد فينا ياخد دور ويقرأ الجزء بتاعه. فأنا أول حاجة هقرأ الديالوج الجميل ده
وبعدين عايز منكم ان انتوا تقروه لوحدكم. لو ما عرفتوش تقروه من اول مرة، رجع الفيديو تاني اسمعني وانا بقرأ الكلام بشكل سليم، وبعدين وقف وقول ورايا. وبعدين يا ريت لو احنا في الكلاس روم نقدر نعمل الرول بلاي دي، لو احنا في البيت نعمل الرول بلاي دي مع بابا او ماما او اخونا او اختنا. المهم ان احنا نتدرب ازاي نعمل رول بلاي او نعمل تبادل ادوار، نعمل مسرحية نتكلم فيها كل واحد ياخد الجزء بتاعه ويقوله للتاني. فاول حاجة هنا يا اصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا، صديقتنا هنا بتقول هاي لي وي، هاي لي وي، thank you for inviting us to your home. Thank you for inviting us to your home. مرحبا يا لي وي، شكرا لك لدعوتنا إلى منزلك. فلي وي بتقول لها I am very happy you are here. I am very happy you are here. أنا سعيدة جدا بوجودكم هنا. فصديقنا هنا بيقول لها This tea is very good. This tea is very good. هذا الشاي جيد جدا. فصديقنا هنا من الصين بيرد عليه وبيقول له It is Chinese tea. It is Chinese tea. ده شاي صيني. Do you like the cookies? Do you like the cookies? إنه شاي صيني، هل تحب الكعك المحلى؟ يبقى مرة تانية It is Chinese tea. Do you like the cookies? فصديقتنا هنا بترد عليه وبتقول له Yes, they are delicious. What is this? Yes, they are delicious. What is this? نعم إنه لذيذ، ما هذا؟ فهو بيرد عليها وبيقول لها It is a message in the cookies. It is a message in the cookies. إنها رسالة في الكعكة اللي احنا قلنا عليه fortune cookies، اللي الكعك اللي بيبقى موجود جواه ورقة مكتوب فيها حظك النهاردة هيكون عامل ازاي، ودي طبعا بتبقى مجرد هزار يعني. It is a message in the cookies. إنها رسالة في الكعكة. فهي بترد عليه وبتقول له It says you will have a happy life. It says you will have a happy life. إنها تقول سوف تصبح لديك حياة سعيدة. It says you will have a happy life. فهو بيقول لها That's very good. That's very good. يعني هذا جيد جدا. That's very good. يبقى مرة تانية Hi Li Wei. Thank you for inviting us to your home. I am very happy you are here. This tea is very good. It is Chinese tea. Do you like the cookies? Yes, they are delicious. What is this? It is a message in the cookies. It says you will have a happy life. That's very good. طبعا ده الرول بلاي اللي احنا المفروض هنعمله مع بعض بعد ما نعمل ريدنج ليها لوحدينا. هنختار حد ونعمل معاه الرول بلاي الجميلة دي ونوصل للسون 3 او الدرس الثالث. وفي طبعا بعض الكلمات الهامة بنتعلم في لسون 3 في يونت 7 ان احنا نعمل حاجة اسمها respect. respect يعني نحترم. for diversity. diversity يعني الاختلاف، يبقى احنا نحترم الاختلاف. احنا ممكن يكون عندنا الفود الجميل بتاعنا اللي احنا بنحبه، ممكن في بلد تانية وفي مكان تاني في العالم يكون عندهم different food او طعام مختلف خالص عن الطعام بتاعنا. احنا لازم نعمل respect او نحترم ده. وكمان يكون عندنا حاجة اسمها values. values او القيم، ان احنا يكون عندنا بعض الحاجات في سلوكنا وفي شخصيتنا من أهمها إن احنا نحترم الآخرين، نحترم حياتهم وآرائهم وأفكارهم، ونقدر كمان نعرف نتبادل الآراء معاهم بشكل يكون كويس من غير ما نحسسهم إن احنا ما بنحترمش أفكارهم ولا ثقافتهم ولا حياتهم. فهنا بيعرفنا الـ different foods أو الأطعمة المختلفة وإزاي إن احنا نقدر نعمل acceptance أو قبول of others للآخرين.
ان احنا نقدر نقبلهم ونقرا ونسمع آرائهم، وهم كمان بالتالي هيقدروا يعملوا لنا acceptance او قبول، ويقدروا يسمعوا آرائنا ونقدر نعيش كلنا مع بعض في سلام. فهنا بيقول لنا اول حاجة الأطعمة المختلفة هنا يا أصحابي. أول حاجة الفول، طبعا هنا مكتوب فول FUL اللي هو الفول اللي احنا بناكله طبعا، وهو كان ليه اسم تاني احنا عارفينه قبل كده خدناه زمان اسمه فافا بينز، بس هنا هناخده على انه فول FUL اللي هو الفول برضو اللي احنا بناكله. تاني حاجة اسمها تي، تي طبعا يعني شاي، تي تي يعني شاي. ملك، ملك يعني لبن، ملك ملك يعني لبن. فلافل، فلافل يعني فلافل اللي هي الطعمية، فلافل فلافل يعني هي فلافل اللي هي الطعمية. نودلز، نودلز نوع من أنواع المكرونة زي اللي بتتباع في المحلات اللي احنا بنجيبها ونحطها في المية السخنة، دي نودلز أو نوع من أنواع المكرونة سريعة التحضير. هوت شوكليت، هوت شوكليت مشروب شوكولاتة ساخنة، هوت شوكليت، هوت شوكليت أو مشروب الشوكولاتة الساخنة. مافن، مافن يعني كعكة إسفنجية، يعني كعكة إسفنجية. مافن، مافن يعني كعكة إسفنجية. بريد، بريد يعني خبز، بريد، بريد يعني خبز. وطبعا ده فور بريكفاست، for breakfast أو لوجبة الإفطار. هنا بيعرفنا ازاي بقى نتكلم عن البريكفاست، البريكفاست بتاعنا أو وجبة الإفطار بتاعتنا. فبيقول لنا هنا talking about your breakfast، talking about your breakfast أو التحدث عن وجبة الإفطار الخاصة بيك. فهنا صديقنا بيقول what do you have for breakfast، what do you have for breakfast، ماذا تتناولين في وجبة الإفطار؟ What do you have for breakfast؟ فهي هنا بترد عليه وبتقول له For breakfast I have noodles. For breakfast I have noodles. أنا بتناول على الفطار المكرونة اللي هي سريعة التحضير اللي قلنا عليها من شوية. هنا مجموعة من أصحابنا من بلاد مختلفة، كل واحد من بلد غير التاني. فهنا أول حاجة صديقتنا بتقول My name is Mary. My name is Mary. اسمي ماري. And I am from France. And I am from France. يعني أنا من فرنسا. For breakfast I have hot chocolate and French bread. For breakfast I have hot chocolate and French bread. أنا باكل على الفطار الهوت شوكليت بتاعي أو مشروب الشوكولاتة الساخنة بتاعي والعيش الفرنسي أو الخبز الفرنسي. يبقى مرة تانية My name is Mary and I am from France. For breakfast I have hot chocolate and French bread. صديقنا هنا بيقول I am Mark, أنا Mark, and I am American, and وأنا أمريكي. For breakfast I have a muffin and a glass of milk. For breakfast I have a muffin and a glass of milk. أنا باكل على الفطار الكيكة الإسفنجية وكوب من الحليب. يبقى مرة تانية I am Mark and I am American. For breakfast I have a muffin and a glass of milk. صديقتنا هنا بتقول My name is Wang Min. My name is Wang Min and I am Chinese. And I am Chinese. أنا من الصين، اسمي Wang Ming وأنا من الصين. I have Chinese tea and noodles for breakfast. I have Chinese tea. أنا عندي الشاي الصيني والنودلز أو المكرونة سريعة التحضير بفطر بيهم. يبقى مرة تانية My name is Wang Min and I am Chinese. I have Chinese tea and noodles for breakfast. آخر حاجة صديقنا بيقول I am Waleed. أنا وليد. And I am Egyptian. And I am Egyptian. وأنا مصري. I like to eat fool and falafel for breakfast. أنا بحب أن أنا أكل الفول والطعمية في الفطار.
I am Walid and I am Egyptian. I like to eat fool and falafel for breakfast. أنا بحب أكل الفول والطعمية أو الفول والفلافل على الإفطار. وأنا أخد كمان lesson 4 أو الدرس الرابع النهاردة كمان. هو الدرس بتاع النهاردة درس دسم شوية وجميل شوية، بس علشان خاطر نقدر نكمل وناخد الدروس اللي بعد كده لازم نحفظ الكلمات اللي أخدناها في الدروس دي، وإن شاء الله الدروس اللي جاية هيكون فيها بعض الحاجات الخاصة بالجرامر. علشان ما يفوتناش أي حاجة لازم نذاكر كل درس أول بأول. ففي lesson 4 يا أصحابي بيورينا هنا إزاي نقدر نعمل وعي ونقدر نخلي بالنا من الثقافات المختلفة اللي حوالينا في العالم. فبيقول لنا هنا في الكلمات الموجودة في الدرس ده German، German يعني لغة ألمانية، German German يعني لغة ألمانية، Writing Writing يعني كتابة، Writing Writing يعني كتابة، Math Math يعني رياضيات اللي هي الرياضيات اللي هو الحساب، Math Math اللي هو الرياضيات أو الحساب، Music Music يعني موسيقى، Music Music يعني موسيقى، Science Science يعني علوم، Science Science يعني علوم، English English يعني اللغة الإنجليزية، English English يعني اللغة الإنجليزية، Geography Geography يعني جغرافيا، Geography Geography يعني جغرافيا، Arabic Arabic يعني لغة عربية، Arabic Arabic يعني لغة عربية، Physical Education Physical Education Physical Education يعني تربية بدنية أو تربية رياضية اللي هي الألعاب، Physical Education اللي هي التربية الرياضية أو التربية البدنية اللي هي الألعاب، Art Art يعني رسم، Social Studies Social Studies يعني دراسات اجتماعية، Piano Lessons Piano Lessons يعني دروس البيانو، Reading Reading يعني قراءة. ولسه في عندنا بعض الكلمات الهامة لازم نعرفها كويس في الدرس ده. أول حاجة طبعا هي كلمة before before يعني قبل، before before يعني قبل، musical instrument musical instrument يعني آلة موسيقية، lunch lunch يعني وجبة الغداء، afternoon afternoon يعني وقت الظهيرة، finish finish يعني ينهي، around around يعني حوالي، morning morning يعني صباحا، day off day off يعني يوم أجازة يوم عطلة، homework homework يعني واجب منزلي، club club يعني نادي رياضي، club club يعني نادي رياضي، volleyball volleyball يعني كرة طائرة، volleyball volleyball يعني كرة طائرة اللي هي الكرة الطائرة اللي بيلعبوها طبعا، start start يعني يبدأ، start start يعني يبدأ. هنا بيعرفنا ان في مدارس مختلفة حول العالم، كل بلد ليها النظام بتاع المدارس والتعليم الخاص بيها، هنتكلم عنهم طبعا في الجزء الجميل ده. فهنا بيقول لنا different schools different schools او مدارس مختلفة. اول حاجة صديقنا ده طبعا هو من امريكا زي ما احنا عارفين، وهو اسمه مارك. تعالوا نشوف مارك بيقول ايه. بيقول لنا هنا Hi, I am Mark. I am American. I start school at 8 o'clock in the morning. I start school at 8 o'clock in the morning. We have writing and math, then music or PE. We have lunch at 12. Then in the afternoon we have science
and reading. We finish school at around 3. We don't have school on Saturdays and Sundays. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ اول حاجة بيقول لنا Hi, I am Mark. اهلا انا اسمي مارك. I am American. انا امريكي. I start school at 8 o'clock. انا ببدأ المدرسة بتاعتي الساعة 8 صباحا. In the morning, في الصباح. We have writing. احنا بيكون عندنا حصة كتابة and math. And math وكمان رياضيات حساب. Then music or PE. ثم بعد ذلك حصة موسيقى أو حصة تربية رياضية. We have lunch at 12. بيكون عندنا وقت الغداء أو وقت الفسحة بتاعنا الساعة 12. Then in the afternoon, ثم بعد ذلك بعد الظهر, we have science. إحنا بيكون عندنا علوم and reading وقراءة. We finish school. إحنا بننهي اليوم الدراسي بتاعنا around 3. حوالي الساعة 3. We don't have school on Saturdays and Sundays. إحنا ما عندناش مدرسة أيام السبت والحد. طب صديقتنا هنا, إحنا عارفين طبعا إن هي من فرنسا أو فرنش يعني, وكان اسمها ميري لسه مكلمانا من شوية. تعالوا نشوف ميري بتقول لنا إيه في الجزء ده. بتقول Hi, I am Mary. I am French. I start school at 8 o'clock in the morning. We have writing and math, then German or English. We have lunch from 11:45 to 2 o'clock. We finish school at around 4:30. And we have school on Saturday morning, but we don't have school on Wednesday and Sundays. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ أول حاجة بتقول Hi, I am Mary. أهلا أنا اسمي ماري. I am French. يعني أنا فرنسية, أنا من فرنسا. I start school at 8 o'clock. أنا ببدأ المدرسة الساعة 8 صباحا. In the morning, في الصباح. We have writing and math. إحنا بيكون عندنا كتابة وماث اللي هي الرياضيات أو الحساب. Then German or English. ثم بعد ذلك اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية. We have lunch. إحنا عندنا وقت الغداء اللي هو وقت الفسحة. From 11:45 من الساعة 11:45 دقيقة to 2 o'clock لحد الساعة 2 الظهر. We finish school. إحنا بننهي المدرسة at around 4:30 حوالي الساعة 4:30. And we have school on Saturday. وإحنا كمان عندنا مدرسة في يوم السبت morning صباحا. But we don't have school. لكن إحنا ما عندناش مدرسة on Wednesdays أيام الأربع and Sundays وأيام الأحد. ده طبعا في فرنسا. تعالوا نشوف المدارس التانية في البلاد التانية بيحصل فيها إيه. هنا صديقتنا طبعا وانج من الصين احنا عارفينها من شوية. تعالوا نشوف بتقول لنا ايه عن المدرسة بتاعتها في الصين. بتقول لنا هنا Hi, I am Wang Min. I am Chinese. I start school at 7:30 in the morning. We have writing and math, geography and English. We have lunch from 12 o'clock to 2 o'clock. We finish school at around 6. After school, I do homework and have piano lessons. We have no school on Sundays. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ يعني هنا بتقول لنا Hi, I am Wang Min. أهلا أنا اسمي وانغ مين. I am Chinese. أنا صينية من الصين. I start school at 7:30 in the morning. أنا ببدأ المدرسة الساعة 7:30 صباحا. We have writing and math. إحنا بيكون عندنا كتابة
ورياضيات أو حساب، جيوغرافي أند إنجليش، وكمان جغرافيا وإنجليزي. We have lunch from 12 o'clock to 2 o'clock. بيكون عندنا وقت الغداء اللي هو وقت الفسحة يعني من الساعة 12 لحد الساعة 2. We finish school at around 6. بنخلص اليوم الدراسي حوالي الساعة 6. After school بعد المدرسة I do homework، أنا بعمل الواجب بتاعي. And have piano lessons، بيكون عندي حصص تعلم البيانو. We have no school on Sundays، ما بيكونش عندنا مدرسة أيام الأحد. آخر حاجة صديقنا بقى وليد المصري الجميل اللي زينا، تعالوا نشوف بيقول إيه عن المدارس الجميلة بتاعتنا. بيقول Hi I am وليد، أهلا أنا وليد. I am Egyptian، I am Egyptian يعني أنا مصري. I start school at 8 o'clock، أنا ببدأ المدرسة الساعة 8 صباحا. In the morning، في الصباح. We have Arabic، بيكون عندنا عربي. English، لغة إنجليزية. And math، ورياضيات. Then in the afternoon، ثم بعد ذلك بعد الظهر. We have science، بيكون عندنا علوم. Social studies، social studies ودراسات اجتماعية. And art، وكمان رسم أو فن. And discover، في الديسكفر. We finish school، احنا بننهي المدرسة. At around 2 o'clock، حوالي الساعة 2. Then we have lunch، ثم بعد ذلك بيكون عندنا الغداء. At home، في البيت، احنا بنتغدى في البيت. After school، بعد المدرسة. I go to the club، أنا بروح النادي. To play volleyball، علشان ألعب الكرة الطايرة. We have no school، إحنا ما بيكونش عندنا مدرسة. On Fridays، أيام الجمعة. And Saturdays، and Saturdays وأيام السبت. يبقى مرة تانية. Hi I am Waleed، I am Egyptian، I start school at 8 o'clock in the morning. We have Arabic, English, and math. Then in the afternoon, we have science, social studies, and arts, and discover. We finish school at around 2 o'clock. Then we have lunch at home. After school, I go to the club to play volleyball. We have no school on Fridays and Saturdays. وبكده نكون اتعرفنا على المدارس في البلاد المختلفة. كل نظام من الأنظمة التعليمية أو كل شكل من أشكال المدارس في البلاد المختلفة، في أمريكا وفي فرنسا وفي الصين وفي مصر كمان. وآخر حاجة هناخدها النهاردة، إزاي نسأل عن من للأشخاص. لما أجي أقول لك مين اللي بيعمل كده، بنقول هو. هو يعني من، وده طبعا لما بنيجي نعمل asking about people، asking about people أو السؤال عن الأشخاص. فهنا صديقنا بيقول who plays a musical instrument. who plays، مين اللي بيلعب a musical instrument، على آلة موسيقية. فهنا صديقتنا بترد عليه وبتقول له سارة. وهنا صديقتنا في الصورة التانية بتسأل وبتقول Who has lunch before the others? Who has lunch before the others? مين اللي تناول الغداء بتاعه؟ مين اللي أكل الغداء بتاعه قبل الآخرين؟ فأنا صديقنا بيقول لها آدم. وبكده نكون عرفنا إزاي نكون سؤال عن طريق استخدام هو، وعرفنا هو بنسأل بيها عن الأشخاص أو عن الناس. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى إن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.